الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحمد الله، هذا هو لقاؤنا 39 الذي سنكمل فيه شرح أحكام التجويد برواية الإمام حفص عن عاصم. أيضا ما زلنا في باب المد، وقلنا المد إطالة الصوت بأحد حروف المد أو حرفي الجيم، والمد ينقسم إلى قسمين بين الأصل والفرع. في الأسبوع الماضي انتهينا من الحديث عن المد اللازم الذي هو من المدود الفرعية الذي يمد أكثر من حركتين، وكان سبب المد هو السكون. اليوم نتابع مع المد العارض للسكون ومد اللين، وهذان مدان متشابهان قليلا لذلك وسهلان بنفس الوقت، لذلك سنتحدث عنهما في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. طبعا مع درس اليوم نكون قد أنهينا الحديث عن جميع المدود الموجودة في القرآن الكريم بإذن الله تعالى، ونبدأ بعون الله تعالى مع المد الأول وهو المد العارض للسكون. ما تعريفه؟ هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، ويمد بمقدار حركتان 4 أو 6 حركات. إذن هو أن يأتي حرف المد، هذه حرف المد، أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن. إذن أيضا نريد أن يأتي الآن بعد حرف المد حرف ساكن، ولكن هذا السكون عارضا بسبب الوقف. ما معنى عارضا بسبب الوقف؟ لدينا هذه الآية: علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. نحن الآن لو أردنا الوقوف على رأس كل آية من هذه الآية، ماذا نفعل؟ نسكن الحرف الأخير منها، لأن العرب لا تقف على حرف متحرك، إنما تسكن الحرف الأخير. إذا نعود إلى التعريف أولا، هو أن يأتي حرف المد، هذا هو حرف المد من كلمة البيان، ويأتي بعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. الآن سأقف على رأس هذه الآية وأقول علمه البيان. الآن أنا وقفت على هذه النون بسكون، يعني سكنتها. لماذا؟ لأنني وقفت. لكن لو أنني وصلت هذه الكلمة بما بعدها تعود النون متحركة. الآن هذا هو السكون العارض، يعني الآن هذه النون أصلها ليس ساكنا، لأنها لو كانت ساكنة أصلا لأصبح هذا المد لازم. لكن الآن نريد حرف ساكن لكن هذا السكون عارض، يعني الآن فجأة هذه النون المتحركة أصبحت فجأة ساكنة، وبعد قليل يزول هذا السكون وتعود إلى أصلها الطبيعي. إذن نحتاج في المد العارض للسكون أن يأتي حرف المد وبعده حرف متحرك، لكن أنا أسكنه بسبب الوقف لأنني سقف على هذه الكلمة. وعارض أنه جاء الآن في هذه اللحظة، طرأ الآن فجأة جاء وسوف يزول بعد قليل. أيضا بكلمة بحسبان، أنا سكنت النون رغم أنها متحركة، لكن بسبب الوقف سكنت، وهذه النون أيضا هي عارضة، فقط في هذه اللحظة بسبب الوقوف أصبحت ساكنة، لكن بعد قليل تعود إلى وضعها الطبيعي وتبقى متحركة. هذا هو المد العارض للسكون، أن يأتيني حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا، يعني الحرف الذي بعد الحرف المد هو أصلا متحرك لكن أنا سوف أسكنه بسبب الوقف. طبعا ومن الضروري أن يكون حرف المد موضعه في الكلمة قبل الحرف الأخير، يعني لو كان في وسط الكلمة لا أقول هذا مد عارض للسكون، يعني هلا في كلمة مزاجها هذه ألف مدية وبعدها جيم متحركة، هل أقول أنني الآن سأسكن الجيم وأمد هذه الألف بمقدار 2 و4 و6 حركات وأقول هذا عارض؟ طبعا لا، يجب أن يكون حرف المد قبل الحرف الأخير، لأني سوف أسكن الأخير، عندها أمد 2 4 أو 6 حركات، لكن هذا ما الطبيعي. أيضا أخذ مثال لحرف الواو: والسابقون السابقون. أنا وقفت أيضا على رأس هذه الآية، النون متحركة، السابقون نون فتحة، الآن وقفت أصبحت نون ساكنة، هذا السكون عارض
الآن فقط فجأة جاء الآن في هذه اللحظة لأنني وقفت، لكن في الوسط يزول ولا يبقى للمد العارض للسكون أثر، إنما سيعود هذا مدا طبيعيا. لو اعتبرنا أن هذه الآية تابعة مباشرة تلحقها الآية اللي بعدها مثلا، لا توجد إشارة هذا رقم 10، أقول السابقون أولئك، لاحظوا السابقون أولئك، فورا أنا قرأت الواو النون وانتقلت إلى ما بعدها، معنى هذا لم يعد هناك مد عارض للسكون لأن النون بقيت متحركة، لكن أنا إذا وقفت وسكنتها تصبح ساكنة، عندها أقول هذا مد عارض وأمد حركتان 4 و6 حركات. أيضا المقربون، النون سكنتها لكن هي متحركة، وبسبب هذا الوقف أصبحت أمد هذه الواو بمقدار حركتين 4 و6 وأقول هذا مد عارض للسكون، عارض أن هذه النون فجأة الآن اعترض في هذه اللحظة، طرأ الآن هذا الحدث في هذه اللحظة لكن هي أصلها متحركة. أيضا نفس الكلام، لو جاءت الواو في وسط الكلمة لا أقول والله هذا مد عارض للسكون ويجب أن أسكن الحرف الذي بعدها، لا، هنا حرف مد لكن يجب أن يكون موجود في الحرف الذي قبل الحرف الأخير. أيضا مثال للياء، فشاربون شرب الهيم، الميم أصلها متحركة مكسورة، هذا لو وصلا وصلت أقرأها بكسرة الهي بهذا، لكن الآن أنا وقفت وسكنت الميم، إذن أصبح مد عارض للسكون، هذه الياء عندما مددتها بحركتين 4 أو 6 حركات بسبب تسكين هذه النون وهو الوقف، هذا هو العارض للسكون، لأن هذا السكون ليس أصليا، بعد قليل يزول ويذهب وتعود الميم إلى وضعها الطبيعي. أيضا الدين، هذا السكون عارض، الآن جاء بسبب الوقف وبعد قليل يعود يزول ولا يبقى له أثرا، أيضا أمد 2 4 أو 6 حركات. نفس الكلام، الياء في وسط الكلمة هي حرف مد ولا أقول مد عارض للسكون وأسكن ما بعدها، يجب أن تكون قبل الحرف الأخير من الكلمة لأنني سوف أسكن الحرف الأخير. هذا هو المد العارض للسكون، أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، يعني الحرف الذي بعد حرف المد هو متحرك لكن أنا سوف أسكنه بسبب الوقف. الآن بعد أن انتهينا من المد العارض بالسكون دعونا ننتقل إلى مد اللين. أيضا تعريف مد اللين هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف ويمد بمقدار أيضا حركتين 4 أو 6 حركات. إذن هو أن يأتي حرف اللين، حرفا اللين هما الياء الساكنة مفتوح ما قبلها، الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. لاحظوا أن هذا الكلام ذاته الذي قلناه في المد العارض للسكون، الفرق الوحيد هاتان الكلمتان، هنا أقول حرف اللين، هناك كنت أقول حرف المد، فمد اللين يتعلق بحرفي اللين، والآن نفس الشرح الذي شرحناه في العارض للسكون نعيده لكن نقول مد لين، حرف لين. الآن ماذا في هذا المثال؟ لإيلاف قريش، طبعا قريش هي الشين متحركة لكن لأنني وقفت على رأس الآية سكننا الشين بسبب الوقف فأصبحت ساكنة، لكن هذا السكون هل أصلي؟ طبعا لا، هو عارض، الفد الآن فجأة بسبب وقوفي أصبحت الشين ساكنة، لكن بعد أن أكمل تعود هذه الشين الساكن تزول وتعود إلى حركتها الأصلية. أيضا الصيف، سكن الفاء، أيضا هذا السكون ليس أصليا إنما عارضا، الآن جاء في هذه اللحظة وبعد قليل يذهب وتعود الفاء إلى وضعها الطبيعي، وكل هذا
الوضع بسببه أنني وقفت، كما قلت أن العرب لا تقف على حرف متحرك إنما تسكن الحرف الأخير. عندها هنا أستطيع أن أمد هذه الياء اللينية بمقدار حركتين، 4 أو 6 حركات عند الوقف كما أشاء. أيضا لو جاءت هذا حرف اللين في وسط كلمة لا أقول هذا مد لين، يعني هل يجوز أن أمد الياء وسكن الطاء؟ طبعا لا، هذا حرف لين، لكن عندما أقول مد لين يجب أن يكون قبل الحرف الأخير من الكلمة حتى أستطيع مده على هذه الوتيرة. نأخذ مثال للواو: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن خوف هي منونة، الآن سكننا هذه الفاء بسبب الوقف، فهذا السكون الذي طرأ على الفاء فجأة عارض، لن تبقى هذه الفاء مدى حياتها ساكنة، لكن في هذه اللحظة لحظة وقوفي فقط عندما أكمل تذهب هذا السكون وتعود إلى وضعها الطبيعي أنها متحركة، هذا هو مد اللين. أيضا لو جاءت الواو اللينية وسط كلمة لا أمدها وأقول هذا مد لين، إنما يجب أن تكون في الحرف قبل الأخير من الكلمة حتى أستطيع مده وأسكن الحرف الذي بعده. أما هنا هو حرف لين، هذا هو مد اللين بكل بساطة، نفس القواعد التي طبقناها في المد العارض للسكون ذاتها. الفرق هنا كنا نتحدث عن حروف المد، هنا تحدثنا عن حرفي اللين، لكن الكلام والشرح ذاته. بعد أن انتهينا من الحديث عن المد العارض للسكون ومد اللين، دعونا نتعرف على بعض الملاحظات حول هذان المدان. الملاحظة الأولى وأنه يجب أن يكون مقدار مد اللين أصغر أو يساوي العارض، يعني مثلا أنا كنت أقرأ في ورد لي، وفي هذا الورد أجد مد اللين وأجد العارض للسكون. مثلا أنا كنت أقرأ وتعبت وأريد الوقوف على كلمة بالغيب وأسكن، ثم أكمل وأقف على ينفقون على العارض، أصبح عندي في هذا الورد لين وعارض. الآن في هذه الحالة ماذا علي أن أفعل؟ قالوا لي هذه القاعدة أنه يجب علي أن أقرأ مد اللين أن يكون أصغر أو يساوي العارض، يعني مد اللين لن يكون أعلى من العارض. مثلا نطبق، الآن أريد أن أقف على هذه الكلمة بمقدار حركتين بمد اللين وأقول بالغيب بمقدار حركتين. الآن عندما أقف على العارض بماذا أقف؟ سأقف باثنين أيضا ينفقون، ويحق لي أيضا أن أقرأ بأربع حركات، ويحق لي أن أقرأ أيضا بست حركات. لماذا؟ لأنهم قالوا لي اللين يجب أن يكون أصغر أو يساوي، عندما قرأت اللين باثنان والعارض باثنان إذا تساويا، لكن عندما قرأت اللين باثنان وقرأت العارض 4 أو 6 أصبح اللين أصغر من العارض، وهذا ما أريده، إما أن يكون أصغر منها من العارض أو يساوي. الآن مثلا لو وقفت أيضا هنا على مد اللين بكلمة بالغيب بأربع حركات، ماذا يحق لي أن أقف على العارض للسكون؟ يحق لي وجهان، إما أن يكون 4 حركات فاللين يساوي العارض، أو أن يكون 6 فيكون اللين أصغر من العارض. أما أن أقرأ 2 العارض فيصبح اللين أقوى وأكبر من العارض، لا يجوز. الآن لو أردت الوقوف على اللين ب6 حركات ماذا يحق لي أن أقف على العارض؟ أيضا ب6 حركات حتى يتساويا، ولا يجوز أن أقرأ هنا بالعارض 4 أو 2 فيصبح اللين أقوى من أو أطول من العارض. هذه هي القاعدة التي يجب أن نمشي فيها عندما يكون لدينا ورد، وننتبه إلى هذه المدن. الآن الملاحظة الثانية ألا وهي أن زمن المد العارض يتناسب مع سرعة القراءة، ما
ما هي سرعات القراءة؟ التي هي نعرفها جميعا تحقيق، حذر، وتدوير. التحقيق هو البطء في التلاوة، وهذا جميعنا يعرفه. الآن عندما أريد أن أقرأ في هذا الوقت مثلا، وأقول مثلا وأصل إلى العارض للسكون هنا، يا ترى هذا العارض هل أمده 2، 4، ولا 6 بحكم أنني أقرأ بالتحقيق؟ يا ترى ماذا يناسبه؟ هل 2، 4، أم 6؟ الأفضل أن أقرأ ب6 حركات، لأنني لو قرأت أزمنة الحروف هذه بالتحقيق يعني بالبطء، وفجأة العارض يكون حركتين، سيكون الوقوف غير مناسب مع هذه الآية. مثلا سأقرأ أنا بالتحقيق كل هذه الآية وأقف في العارض 2، ولاحظوا أن الميزان غير صحيح، وأقول ومما رزقناهم ينفقون. لاحظوا كأن الوقوف جاء فجأة، لم يتناسب مع سرعة الحروف والحركات، يعني أني أقرأ بالتحقيق. إذن التحقيق البطء في التلاوة يتناسب له أن أقف ب6 حركات حتى يكون الميزان متساوي. أما لو كنت أقرأ بالحذر، نعم أقرأ بحركتين العارض للسكون، لأن الحذر يتناسب معه جيدا الحركتان، لأنني هنا أصبحت الحركات والحروف زمنها أقصر، فستكون الحركتين مناسبة لها. أما التدوير يتناسب معه، طبعا هو البطء يقع بين التحقيق والحذر، يعني وسطيا الأفضل له أن يكون 4 حركات. إذن عندما أريد أن أقرأ، قرأت بالتحقيق أمد ب6 حركات، حذرت بحركتين، لكن التدوير سيكون ب4. ولكن حتى نحن أحيانا نقرأ بالتحقيق ونمد ب4 حركات، يعني حتى ال4 حركات تتناسب مع التحقيق. طبعا لكن هذا كله ليس إلزاميا وإجباريا، لكن هو الأفضل والأجمل للقراءة. إذن الملاحظة الثانية أن يكون زمن المد العارض للسكون يتناسب مع سرعة القراءة التي أقرأ بها. ننتقل إلى الملاحظة الأخيرة، ألا وهي علي الالتزام بمقدار معين عند القراءة الواحدة. مثلا عندي أيضا ورد أريد أن أقرأ به، عندما أصل للعارض للسكون في آخر الآية وأقف عليه، مثلا أنا بدأت بسم الله الرحمن الرحيم بمقدار حركتين، أقول الحمد لله رب العالمين وأمد 4 حركات، ثم أتي للآية اللي بعدها وأقول الرحمن الرحيم حركتان، خطأ. أنا أول آية قرأتها ما هي؟ العارض كان بمقدار حركتين، إذن سوف أتابع كل قراءتي بحركتين، وإن بدأت ب4 حركات سأكمل ب4 حركات، وبدأت ب6 أكمل ب6. أما أن أبدأ ب2 ثم أجرب ال4 ثم أعود إلى 6 وهكذا وأتنقل، لا يجوز. يجب أن يكون المقدار واحد، 2، 2، 4، 4، 6، 6 على هذه الوتيرة. بهكذا نكون قد انتهينا من الحديث عن المد العارض للسكون ومد اللين. وكالعادة خلاصة سريعة، وهي أننا تحدثنا عن المد العارض للسكون ومد اللين. المد العارض للسكون يتعلق بحروف المد 3 والحركة التي قبلها مجانسة لها، أما مد اللين يتعلق بحرفي اللين ياء واو سواكن، لكن الحركة التي قبلها مفتوحة فتحة يعني. إذن في هذان المدان تعريفهما هو أن يأتي حرف المد أو حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، يعني الحرف الذي سيأتي بعد حرف المد أو حرف اللين هو أصله متحرك، لكن أنا سوف أسكنه بسبب الوقف. ولاحظوا أنني لم أضع تنوين الفتح بين هذه الحركات، لأن تنوين الفتح يتعلق بالمد بمد العوض. هذا هو درسنا اليوم، أتمنى أن يكون واضحا بإذن الله تعالى، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.